مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل الخير وأهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تراث هويتي. ويأتي هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الفرنسي الفلسطيني اللامركزي بين بلديتي غرينوبل وبيت لحم، وهو ضمن نشاط الندوة الدولية حول الموروث الثقافي الفلسطيني والتي كانت منعقدة من تاريخ 30/11/2020 ولغاية 7/12/2020 عبر الإنترنت. وشركاء هذا المشروع هم جامعة بيت لحم، معهد الشراكة المجتمعية، ومؤسسة إفرات الفرنسية، والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب، ومؤسسة تيتراكتس الفرنسية. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنناقش وإياكم أهمية المسارات التاريخية والتراثية في فلسطين، وخاصة مع زيادة الاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا بالاستوديو. أرحب بالأستاذ جورج رشماوي، مدير عام مسار فلسطين التراثي. مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير، يسعد مساك. كذلك سينضم إلينا عبر خدمة سكايب السيد رائد سعادة، رئيس مجلس إدارة مسار فلسطين التراثي. سيد رائد مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه الحلقة. اسمحوا لي بداية أن نبدأ بالسيد جورج. عندما نتحدث عن المسارات، فكرة المسارات تعرفنا عليها أكثر. يسعد مساك، يسعد مسا فلسطين الحبيبة كلها ولكل المستمعين ولكل المشاهدين. فكرة المسارات هي فكرة موجودة من ألفات السنين، إنه في الأول كان في طرق القوافل، الناس تتنقل مشيا على الأقدام أو استخدام الدواب أو استخدام الحيوانات، وطورت الفكرة وظلت عايشة لغاية استخدام اختراع الآلة. بعد اختراع الآلة صار في كانت الناس تيجي تزورها فلسطين، تيجي تزورها مشي. نعم. تيجي باستخدام الحصون وهيك، وكان في طرق معينة تمشي عليها. نعم. اتطورت الأفكار هاي وظلت الطرق هاي بعضها أهملت وبعضها ظل عايش. طبعا جينا احنا اللي نطور، يعني في البداية انا اشتغلت في تطوير مسار درب الميلاد لاحتفالات بيت لحم 2000، فصار الفكرة انه كيف بدنا نعيد هاي الرحلة، كيف نعيد فكرة العيلة اللي مشت. يعني احنا في فترة اعياد الميلاد كل عام وانتم بخير وكل عام فلسطين كلها بألف خير. المزبوط، صار الفكرة كيف بدنا نعيد فكرة انه العيلة اللي مشت من النصرة بيت لحم. لا. فمنا نلاقي هاي الطرق، فصار كانت وزارة السياحة محددة ثلاث طرق للقوافل الرئيسية في فلسطين، اللي هي عبر الغور وعبر منتصف فلسطين كلها تقطعها من الشمال للجنوب، وكمان في الطريق اللي بتمشي على شط البحر المتوسط. جميع هذه الطرق تحت مسمى مسار فلسطين التراثي، أم أن لكل مسار منها اسم خاص؟ طبعا احنا في مسار فلسطين التراثي أسسنا حوالي، أو مش أسسنا، إحنا مع المجتمع المحلي بلشنا من رمانة. طبعا كل مقطع بنسميه باسم مقطع الاستراحة اللي بيجي عليه، مثلا بنسميه مقطع رمانة بركين، بركين عرابة، عرابة صنور، صنور سباستيا. كل مقطع وين بتصل فيه له مسمى بالمنطقة اللي موجود فيها 100%. طيب اسمح لي قبل أن نشرك السيد رائد معنا في الحوار أن نشاهد هذا الفيديو دقيقة واحدة عن التراث الفلسطيني. أجدد ترحيب بك سيد رائد سعادة، رئيس مجلس إدارة مسار فلسطين التراثي. لو تحدثنا عن من الذي يشرف على هذا المسار، من هي الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل على هذا المسار؟ سيدنا أول شيء مساء الخير. مساء الخيرات. مساء الخير. طبعا مساء الخير. إحنا في الأساس وين موضوع المسار كان عبارة عن جهد عدة مؤسسات.
هاي المؤسسات كانت بداية بالإضافة إلى وزارة السياحة. نحن خلال عملنا المضبوط اليوم ظلينا 3 مؤسسات مسجلين بشكل رسمي طبعا تحت خلينا نقول وزارة التخصص في هذه الحالة اللي هي وزارة السياحة والآثار. المؤسسات الثلاثة اللي هي يعني اشتركت عشان تتابع مثل هذا المشروع هي جمعية الروزنة وجمعية الروزنة للتنمية الريفية ومركز التقارب وخاصة مشروع سراج ومؤسسة الحياة البرية. نعم طبعا إذا بتلاحظ كل مؤسسة من هذه المؤسسات في لها يعني خلفية معينة وفي لها اهتمامات وتخصصات معينة، اجتمعت كل هذه التخصصات حتى تغني البحث في إنشاء مثل هذا المسار. نعم المسار هو عبارة عن اتحاد مؤسسات، فبالتالي لما مثلا بتحكي معي بتقول انه مثلا رائد هو رئيس مجلس اداره المسار، وعمليا جمعيه الروزنه هي الجمعيه اللي بترأس المسار حاليا. اوكي، وكوني انا يعني رئيس جمعيه الروزنه فانا يعني تلقائيا صرت رئيس مجلس اداره المسار. نعم فاحنا بنحكي عن اتحاد، بنحكي عن اتحاد بكل الإمكانيات المتوفرة بين كل هذه المؤسسات تحت إطار طبعا وزارة السياحة والآثار، ولكن بنفس الوقت بشراكة معمقة مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الثقافة، وزارة خلينا نقول مديرية الشباب ويعني البيئة كل الوزارات اللي ممكن يكون لها يعني أي علاقة في شغلنا. زائد طبعا احنا بنحكي على مجموعه كبيره من المؤسسات اللي تعتني بالسياحه المجتمعيه او بالتنميه في فلسطين، وهون في عندنا نحن كمسار شراكه عميقه مع شيء اسمه شبكه المؤسسات السياحيه المجتمعيه، بنسميها بالمختصر احنا بالانجليزي بنقول بنسميها نبتو لانه هيك ترجمتها بالانجليزي. فنبتو هي بتمثل في فلسطين خلينا نقول مصلحة السياحة المجتمعية، وبالتالي نحن جزء من هذا خلينا نقول من هذا العمل أو من هذا النشاط، ونحن كمان موجودين في المجلس الاستشاري لوزارة السياحة، وبالتالي صوت ومصلحة واهتمام السياحة المجتمعية موجود في خلينا نقول إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، أو في إطار يعني خلينا نقول إنشاء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في فلسطين. نعم فإذا بتلاحظ الموضوع يعني مكتمل نوعا ما في علاقاته خلينا نقول على مستوى العلاقات على مستوى القطاع العام ومستوى القطاع الخاص، مستوى القطاع الأهلي طبعا لأنه احنا شراكاتنا كمان على المستوى المجلس الاستشاري أيضا مع جمعيات تانية زي جمعية الفنادق أو زي جمعية وكالات السياحة أو الإدلاء السياحيين وما إلى نعم يعني ذلك. كل القطاعات التي تتعلق في موضوع السياحة بشكل عام. هذه فعلا نسأل سيد جورج، إذا تحدثنا عن عمق هذه العلاقة والتعاون بين كافة الجهات، لأنه النجاح لهذا المسار لا يمكن أن يكون دون تعاون فعال صحيح وحقيقي بين كل الجهات. صحيح، نجاح المسار أولا هو من أجا من عمق الثقافة الفلسطينية، شعب فلسطيني مضياف، شعب فلسطيني عن جد كان عنده القابلية أنه نعمل مع كل المجتمع المحلي على تطوير هذه المسارات، والمجتمع المحلي هو الأساس. دعم الكامل اللي أخذناه من وزارة السياحة الفلسطينية، وإحنا عبر فضائية معا بنوجه لهم الشكر، لأنه وزارة السياحة من غير دعمها ما كنا نقدر نستطيع لتطوير مثل هذه المسارات. فكان في تكامل ما بيننا إحنا كمجتمع مدني وما بين المجتمع المحلي، ما بين البلديات والمؤسسات الموجودة فيه والوزارات الثانية مع الحكومة. فهذا التكامل أوصلنا اليوم لما إحنا موجودين فيه. نعم، اسمحوا لي نشاهد حتى نتعرف أكثر على مفهوم المسار، نشاهد هذا التقرير حول مسار بتير أو جزء متعلق في بتير. تعالوا نشاهد هذا المسار مع الزميل داود الطروي. في فلسطين ونتيجة للتنوع البيئي والمناخي توجد عشرات المسارات السياحية التي تنتشر في مختلف المناطق،
وقد ازداد الإقبال في السنوات الأخيرة على سياحة مسارات المشي لأسباب عدة، لعل أهمها انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الترويج للمسارات ونشر الصور. ومن الأسباب أيضا زيادة وعي المجموعات الشبابية بأهمية المحافظة على الأرض في وجه التوسع الاستعماري الإسرائيلي، عدا عن الأسباب الترفيهية وللتعرف على المناطق والأرياف، والبعض بات يعتمد على المسارات كنمط اقتصادي مربح كما يقول خبراء. ومن هذه المسارات مسار بتير غرب بيت لحم، والذي يستقطب المئات من المجموعات الشبابية الداخلية والخارجية بشكل مستمر. يتميز مسار بتير التاريخي بهذا الجمال الطبيعي وبالهدوء، ويأتيه الشبان والشابات من كافة المناطق الفلسطينية للتمتع بهذا الهدوء والجمال. في الواقع بدأ التفكير بمسار بتير في عام 2009 عندما قررت اليونسكو فتح مكتب في بتير لدراسة تاريخ بتير، وكانت الفكرة المسارات السياحية هي مهمة اليوم، وتغيرت السياحة من زيارة لبعض المواقع منها إلى زيارة سياحة المشي، ومن خلال المشي التعرف على المناطق التاريخية والمناطق طبعا الطبيعية. فبعد الدراسة تبين لليونسكو أن هذا من أجمل المواقع اللي ممكن يكون فيها مسار، وبالفعل تقدمنا في عام 2010 إلى اليونسكو لجائزة اسمها جائزة ميلينا ميركوري. هذه الجائزة تعطى لأجمل موقع يحافظ على التراث الثقافي والطبيعي في العالم. من بين 41 موقع فاز هذا الموقع في هذه الجائزة، وكانت طبعا فوز لفلسطين. لم تكن في ذلك الوقت فلسطين عضوة كاملة العضوية في اليونسكو، ولكن بعدها بأشهر أصبحت فلسطين عضوة كاملة العضوية. فبما أن المسار هو في منطقة طبيعية ومنطقة تاريخية ومنطقة مهمة، فكان توجهنا لعمل تأسيس لهذا المسار، وكان بالفعل نجاح كبير، حيث اليوم قبل موضوع كورونا يمشي في هذا المسار أكثر من 100,000 شخص، منهم فلسطينيين ومنهم أجانب. وأثناء المسار يتعرف المشاركين على أنواع النباتات والأشجار في طريق مسارهم، كما يتعرفون على التنوع الحيوي المختلف طوال الطريق. الفئات المستهدفة من هذا المسار كل فئات الشعب الفلسطيني، من الأطفال وحتى كبار السن. نحن رأينا الكثير من الناس اللي بيجوا عدة مرات بيزوروا هذا المسار، حتى يعني أول شيء يستمتعوا بالمناظر الطبيعية ومنها رياضة، وكذلك يعرفوا أطفالهم على الأرض الفلسطينية. اليوم هذا المسار صار معروف في كل أنحاء فلسطين ومعروف في كثير من دول العالم، وبالتالي كان في نجاح لهذا المسار أنه استهدف الناس اللي بيحبوا يمشوا في فلسطين. طبعا يعني في قبل 6-7 سنوات أجا عالم أوروبي قعد 6 شهور في بتير، ووجد أنه في المنطقة في منطقة محصورة أكثر من 65 نوع من النباتات المتنوع في فلسطين، وبالتحديد في هذه المنطقة طبعا وهي اللي هي جزء من فلسطين. وبالتالي هذا التنوع في النباتات والأشجار هذا بيعطي غناء وثراء للمنطقة، وبالتالي يستطيع الإنسان اللي بيمشي في هذا المسار إنه يستمتع سواء بالنباتات أو بالأشجار الموجودة في المنطقة. وهذا ميزت هذه المنطقة أنها ليست فقط تاريخيا فيها من الأثار التاريخية، ولكن فيها من الغطاء النباتي والموجود اللي بيعطيها بيزيدها ثراء وغنى في هذا المجال. يعتبر مسار بتير التاريخي من أهم المسارات في فلسطين، والذي يستقطب الآلاف سنويا من داخل فلسطين وخارجها، نظرا للتنوع النباتي والحيواني وجمال المناظر الطبيعية في هذا المسار.
لبرنامج تراثنا هويتنا عبر فضائية معا من بلدة بتير داود الطروة. طب بعد هذه المشاهدة لهذا المقطع والجزء من مسار فلسطين التراثي، سيد رائد، عندما نتحدث عن أهمية التراث هل أو أهمية المسارات، هل نريد بها الفلسطينيين أم نريد بها أيضا خارج فلسطين لنقل الرواية الفلسطينية؟ اسمح لي بالأول يعني أركز بس الأفكار اللي هي خلف المسار، لأنه الفيديو بيركز على شغلات وعماله بترك شغلات تانية، شايف؟ نعم. مهم كتير انك انت تاخذ خلينا نقول القاعده اللي احنا خلينا نقول نفكر بناء عليها. اول شيء المسار احنا بالنسبه لنا هو ثلاث شغلات: المجتمع، التنميه، والتراث. نعم. تمام؟ تمام. المجتمع، انا ذكرت المجتمع بالاساس لانه البعد الانساني هو اساس عملنا، نحن مش مسار مشي فقط. احنا المشي هذا اجى يعني زي ما تقول تحصيل حاصل. احنا بالاساس احنا الهدف تبعنا انه نشتغل مع الناس، اوكي، على اساس نكمل المعادله واللي هي فيها تنميه وفيها هويه وفيها تراث. فالمجتمع بالنسبه لنا طبعا حكى جورج شوي كمان عن الموضوع هذا، انه حسن الضيافه وانه في تبادل ثقافي وفي ناس اللي تستقبلك وفي حضاره عمرها الافات السنين كلها متجسده في المجتمعات اللي موجوده اليوم على المسار. يعني اذا انا بدي خلينا اقول لك اشرح لك شو هو المسار، انا بدي اقول لك انه انت تخيل انه الناس من رمانه خلينا نقول مسافر يطا، اوكي، الناس ماسكه ايدين بعض وعملت لك مسار من على مدار 330 كيلو. المسار بالنسبة لنا هو هدول الناس بالأساس قبل ما نحكي على الأمور الثانية، لأنه هذيك الأمور أمور يعني بتكون أمور مهمة وإضافية. لكن اختيار هذه الطرق سيد رائد، اختيار هذه الطرق وهذا المسار مش مبني على أسس تراثية وتاريخية؟ لما اخترنا احنا الطرق كنا حريصين كثير انه نشمل اكبر عدد من القرى والمجتمعات المختلفه اللي موجوده على طريق المسار. فاحنا كنا مهتمين اصلا انه يكون في زي ما تقول جمع لكل التنوع اللي موجود بفلسطين من خلال الناس ومن خلال البعد الانساني. هذا الاساس انه مسار فلسطين التراثي هو اكثر من مسار مشي، شايف كيف؟ هو مسار بيحكي عن الناس وبيحكي عن المجتمعات اللي موجودة على طريق المسار. على هذا الأساس كان في عنا إحنا تركيز لجمع أكبر عدد من القرى اللي ممكن جمعها في إطار المسار. النقطة الثانية اللي إحنا بنحكي عليها هي موضوع التنمية. التنمية لما نحكي عن التنمية إحنا بالأساس نحكي عن حماية، وهذه طبعا يمكن ما ذكرتش كثير في الفيديو، ولكن بالنسبه لنا الحمايه قضيه اساسيه. حمايه شو يعني احنا بنحكي؟ احنا بنحكي عن حمايه الموارد والكفاءات اللي متوفره في كل مجتمع وفي كل منطقه احنا ممكن نمشي عليها على طول المسار. لما انت بتحكي عن الموارد والكفاءات هذه، انت عمالك بتحكي عن عمليه بحث عن الجمال الموجود بفلسطين في كل زاوية من فلسطين، وراح تستغرب من خلال هذا المسار إنه الجمال موجود بكثرة وموجود والغنى هذا موجود بكثرة، وبيعكسه أكثر أو بزيد الجمالية هاي التنوع اللي موجود في فلسطين، مش فقط من ناحية خلينا نقول التضاريس أو من ناحية يمكن اختلاف المناخ أو من ناحية اختلاف النباتات أو الحيوانات أو الأخيره اللي موجودة، ولكن أيضا من خلال التنوع الحضاري اللي موجود بين كل قرية وقرية، بين كل مجتمع ومجتمع. بتستغرب من كل هاي الشغلات، وبتستغرب كمان إنه التاريخ والسنين كمان خلقت قصص وخلقت شغلات موجودة في كل منطقة اللي بتعزز الجمالية هذه وبتختلف من منطقة لمنطقة. يعني أعطيك مثال، مثلاً أنت مثلاً أعطيتنا بتير، إحنا من خلال عملنا سمينا بتير الجنة المخبأة،
الجنة المخبأة، لأنها فيها خلينا الحباية الهادي، وفيها المي، وفيها خلينا نقول وصلت للتراث العالمي بسبب جماليتها، وفيها التنوع الحيوي وإلى آخره. وأنت بتقدر تشوف كل هذا الجمال لما بتوقف على بلكونة من البلكونات وبتطلع بتشوف كل هذا الجمال. بس لو بطلع على عرابي مثلا، سمينا عرابي القصور المنسية لأنه فيها قصور عبد الهادي، وفيها قصة قرى الكراسي اللي ممكن تكون تسد يعني لمساحة معينة. فإحنا بهاي التسميات منفتش على الجمال، وأيضا منفتش على خلينا نقول عنوان الحماية. نعم. اللي لازم إحنا نشتغل عليه في كل منطقة من المناطق. نعم. النقطة طيب الثالثة نعم. هي موضوع التراث باختصار. تفضل. نعم، بتحكي على التراث الملموس، بتحكي على التراث الغير ملموس، اللي فوق الأرض، اللي تحت الأرض، البيئي، المعماري، الحضاري، الإنساني. ولكن إن إحنا في عنا معادلة في المسار، وهي المعادلة بحب تكون واضحة. التراث بالنسبة لنا هوية، الهوية وجود، والوجود مقاومة. هاي المعادلة هي المعادلة اللي إحنا بتقول نتبعها وبتحكم عملنا لما بنعمل يعني نشاطاتنا وبننسج علاقاتنا مع كل المناطق اللي إحنا بنشتغل فيها. نعم. إحنا بنحكي عن هوية فيها تنوع كبير. نعم. هذه الهويات سيد رائد، هذه الهوية وهذا التنوع أيضا بحاجة إلى منشورات تعرف المواطن بحقيقة هذه المواقع وجماليتها، حتى إنه يوصلها. لأنه ذكرت مثلا قصة القصور المنسية، يعني ما مدى وجود منشورات كافية للتعريف والوصول للناس بهذا الخصوص؟ اسمح لي، رح أسمع هذه الإجابة من السيد جورج، لكن بعد دقيقة من التاريخ الفلسطيني أو من التراث الفلسطيني. نعم، كنت قد سألت قبل أن نشاهد هذا الفيديو من التراث الفلسطيني حول حجم المنشورات وحجم المعلومات عن هذه المسارات وما تملكه من خزينة ثقافية وحضارية كبيرة. صحيح. بصير توزيع المعلومات بعدة طرق. عندك أول شيء، في عندنا صفحتنا على الإنترنت الموجودة بثلاث لغات، عربي، إنجليزي، فرنسي. نعم. paltrails.ps هذه فيها خزينة كبيرة من المعلومات عن كل المناطق ومن كل المواقع، وقمنا بالتعاون مع وزارة السياحة. كل المعلومات بتكون بالأساس موثقة من وزارة السياحة. نعم. واللي مش متوفرة من وزارة السياحة بينزلوا خبراء بفحصوها، بجمعوا المعلومات، ووزارة السياحة بترجعها وبعدين بتم نشرها. كمان في كثير من المعلومات متوفرة في البلديات والقرى والمجالس. وأهم من هيك، استطعنا إن ندرب مجموعة كبيرة من الأدلاء السياحيين. الأدلاء السياحيين هم اللي بيقدموا المعلومة للمحليين والأجانب، وبيقدموا الرواية. طبعا الأدلاء السياحيين اللي تم تدريبهم 455 ساعة حسب المعايير العالمية، ولأول مرة في الشرق الأوسط بيتم ترخيص أدلاء متخصصين في سياحة المسارات. هذول الأدلاء هم يقدموا الرواية ويقدموا التاريخ ويقدموا الثقافة الفلسطينية والهوية الفلسطينية. طيب سيد جورج، يعني إحنا في ظل جائحة كورونا، وبنعرف بأنه السياحة العالمية تضررت، وحتى السفر إلى الخارج أصبح صعبا، فبتلجأ كثير من العائلات اليوم أن تأخذ أبنائها. صحيح. وأن تذهب في مسار تاريخي تثقيفي لهم. صحيح. هل متوفر كتيبات أو خرائط مكانية طبعا يمكن من خلالها مثلا رب أسرة يأخذ أولاده وزوجته وأقاربه، يطلع بالسيارة يفرجيهم تاريخهم
على هذه الأرض؟ طبعا متوفر على صفحتنا على الإنترنت، متوفر كل الخرائط متوفرة، خرائط المشي، المسارات معلمة. نعم. درجة صعوبة المسار مما بين سهل متوسط وصعب جدا كمان موجود. نعم. درجة ارتفاع المسارات موجودة، وكل المناطق الممكن يزوروها موجودة عليها. وهذا كمان في كثير ناس بتتصل فينا وإحنا بننصحها وين تروح. نعم. حسب اهتمامها، في ناس بيكون اهتمامها عائلي، في ناس بيكون اهتمامها مغامرة بيحبوا المسارات الصعبة، في ناس بتحب المسارات في الصحراء أو في البرية القدس، فكل هذا متوفر بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنسي. عامل الأمان السيفتي في 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 هذا الموضوع متوفر كمان، تعطوهم إرشادات طبعاً. للمناطق اللي ممكن تكون فيها نوعا ما خطورة مثلا؟ طبعا كل هذا متوفر. أول شيء الدليل السياحي لازم يكون ماخذ دورة إسعاف أول بري. ده. هاي دورة إسعاف أول بري حتى يقدر يتعامل مع الطبيعة في حالة الاحتياج. كمان الأمان بيجي من التحضير، يعني سؤالك كثير رائع أستاذ عبد العزيز، لأنه ليش؟ قبل الذهاب إلى رحلة مشي يجب التحضير جيدا لها أولا. ده. يعني إذا بتسمح لي تفضل. أولا أنه وجود شنطة على الظهر بحاجة لكمية كافية من المية. اثنين الملابس الفضفاضة، ثلاث الطاقية على الرأس، أربعة شنطة إسعاف أولي، خمسة الأحذية المناسبة لرحلة المشي، ستة الاطلاع على الخارطة وقراءة المعلومات عن الأماكن اللي أنت راح تزورها وتعرفها، سبعة يفضل من عندنا يكون في دليل أو شخص من المنطقة بيعرف المنطقة وبيعرف كيف يتحرك فيها. هذا أهم عامل من عوامل الأمان، لأن الشخص من المنطقة، الشخص من عرابة بيعرف محيط عرابة كويس، الشباب اللي بيشتغلوا معنا في كل هاي المناطق، هذه كلها عوامل كثير مهمة بتساعدك. كمان الصبح قبل ما تطلع على المسار ضروري تكون مفطر، حتى أنه بصير في نقص في الأملاح، وهذا كثير بتواجه مشاكل كثيرة عند الشباب والصبايا، بصير عنده هبوط بالضغط، بصير عنده هبوط. نعم. فيجب الفطور، لازم يكون معهم سناكس وموالح، هاي كل القضايا كثير 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 مهمة في التحضير للرحلة، في الجاهزية للرحلة، معرفة أنت وين رايح. كمان المسار فلسطين التراثي معلم بالعلامات الأبيض والأحمر، علامات واضحة. طب هذه العلامات اللي موجودة على المسارات سيد جورج، هل فيها تعريفات؟ أتحدث عن التعريفات التراثية التي تمثل إرث هذه المنطقة، إحنا نتحدث عن مناطق فلسطين ذاخرة بالتاريخ. يعني كمان سؤال مهم، إحنا وضعنا أكثر من 30 لوحة معلوماتية، اللوحة المعلوماتية بتعطي مجموعة كمية من الشرح، أكثر من 200 كلمة عن كل منطقة بتزورها بثلاث لغات، مع توفر QR كود اللي بتقدر تصوره بأخذك على الإنترنت على طول. نعم. الخط على الموقع اللي أنت موجود فيه، حتى أنك تقدر تقرأ عنه أكثر. نعم. ولكن إحنا للأسف في فلسطين بنعاني من مشكلتين، مشكلة تدمير اللوحات اللي بصير بشكل كثير كبير، واللوحات ثمنها مرتفع. نعم. بصير في تدمير واعتداءات على هاي اللوحات في كثير من المحلات، حتى في منطقة بيت لحم. نعم. وكمان في إحنا بنواجه مشكلة أنه بصير في رمي النفايات على المسارات وفي أماكن مختلفة. فهذه إحنا بلدنا وإحنا الأحق فيها. هاي اللوحات بتوفر معلومات للمتجولين إن كان أجانب أو كان محليين، فيجب أن نحافظ عليها. نعم. فكثير مرات منحط اللوحات في أماكن اللي ممكن البلدية يعينها عليها بشكل مستمر اللي تظلها موجودة. طبعا هاي اللوحات في إحنا بنحكي عن ثلاث أنواع من اللوحات، لوحات إرشادية اللي بتدلك على الطريق وعلى طول المسار وين موجودة، يعني وعدد الساعات المشي، وكمان في لوحات معلوماتية مع 200 كلمة شرح عن الموقع اللي أنت موجود فيه، وفي لوحات تفسيرية لسه ما وضعناها لأنها لوحات بالحجم أكبر وبتعطي فيها كلمات أكثر. نعم. عدد الكلمات أكبر. شفت لوحات في بعض المناطق حتى تتحدث عن نوع الحيوانات اللي موجودة في بعض المناطق. طبعاً. الحيوانات الفلسطينية، هذا كمان جزء من شغلكم في المسارات؟ لا، سلطة جودة البيئة مشكورين قاموا بوضع كثير من اللوحات في كثير محلات، ولكن كمان مرة دعوة أنه نحافظ على هاي اللوحات وحتى حتى نوضعها. طبعا احنا قمنا بإصدار كتيب قامت سلطة جودة البيئة بمراجعته. احنا وشركائنا في جمعية الحياة البرية الفلسطينية وقمنا بإصدار كتيب عن موجود على صفحتنا عن الحياة البرية الموجودة على طول المسار، ولكن احنا بحاجة ل
كتيبات أكثر. وبوجه كمان دعوة أنه الجمعيات المتخصصة في هذا الموضوع تشرح أكثر. نعم. وكمان جامعة بيت لحم موجود عندها كل هاي التفاصيل. نعم. يعني راح نتحدث مع السيد رائد بعد الفيديو اللي راح نشاهده عن منطقة حسان أو عن مسار منطقة حسان. راح نسأل باتجاه موضوع كيف يمكن لهذه المسارات أن تكون مرفد اقتصادي وتنموي كمان في البلد، يعني ليس فقط تاريخيا وتراثيا، أيضا هناك من في دول العالم أجمع يستفاد من السياحة والتراث والتاريخ بأن يكون دخل قومي لأي بلد في العالم، كيف يمكن الاستثمار؟ راح نسأل عنه، بس خلينا نشوف جمال الينابيع وجمال الطبيعة في مسار حسان. أنا دليل سياحة مجتمعية، حب المشي بالطبيعة والمعرفة عن وطننا فلسطين كان من هواياتي، وحتى أطور نفسي التحقت بمعهد الشراكة المجتمعية جامعة بيت لحم وحصلت على رخصة دليل سياحة مجتمعية من وزارة السياحة والآثار. من خلال المسارات التاريخية إحنا بنمشي وبنتعرف على معالم وطننا من آثار وطيور ونباتات. وطننا جميل بيستحق الزيارة والاكتشاف. لاحظت إقبال من المواطنين على المسارات السياحية، فكرة جديدة لهم حبوها لأنهم تعرفوا على مواقع جديدة ما كانوا يعرفوها من قبل، بالإضافة للتفريغ النفسي والترفيه. من خلال المسارات احنا بنعزز دور المواطن الفلسطيني بالحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي اللي هو جزء من الهوية الفلسطينية. مرحبا، أنا هون اليوم بحسان، وبس حبيت أشارك تجربتي مع المسارات. جديد صرت أروح مسارات ببلدنا، وكتير هاي التجربة ممتعة، يعني لإلي كتير كانت تجربة إيجابية، تعطيني طاقة إيجابية، ومنتعرف فيها على بلدنا. كتير مناطق في بلدي أنا ما كنتش أعرفها، وصرت أعرفها عيد خروجي وذهابي بهاي المسارات. وتعرفنا كمان على أشجار بلدنا ونباتات بلدنا بكل أنواعها، ولسه منتعلم كل ما نطلع مسار نتعلم إشي جديد. أنا بحب أطلع بالمسارات وأشارك وبستكشف أشياء جديدة زي الطيور والنباتات وينابيع المي، وكمان بتعرف آثار جديدة وبستكشف الآثار القديمة تبعون أجدادنا. بكون جو حلو مع عائلتي مع إخوتي. بلشت تجربتي بالمسارات مع إسبرانس، كانت تجربة كتير حلوة لأني تعرفت على كتير أماكن سياحية وطبيعية في بلادنا، يعني ما كنت ممكن أتوقع أنها موجودة، من طبيعة من آثار من وديان من مي من شجر. طبعا مع الاستمتاع بالجو الحلو بهاي الفترة بالسنة، يعني كتير التجربة حلوة للصغار كمان يتعرفوا على أشياء هي موجودة في بلادنا ما كانش ممكن يتعرفوا عليها غير بالأسامي في الكتب، فكانت كتير تجربة ممتعة وبتمنى أنها تستمر واستمر فيها مع إسبرانس اللي شجعت عليها وكتير بقوة. يعني نعم، إذن جمال تاريخنا وجمال هذا التراث الفلسطيني في كل مناطقه وفي كل تنوعه وجماله، يعني كيف يمكن أن يستثمر هذا سيد رائد؟ كيف يمكن أن يكون دافعا اقتصاديا تنمويا في البلد؟ احنا بنعرف أنه في دول في العالم تعتمد فقط أصلا في داخلها القومي على السياح. شوف، في البداية يعني نرجع لمفهوم الحماية بالأول. لا يمكن أنه احنا نحاول نستثمر شغلة إذا ما خدناش بعين الاعتبار كيف أنه احنا ما نحميها ونضمن استدامتها. في هاي الحالة يعني لازم نركز على مفهوم الإدارة. فيش إشي بيصير إلا يكون له إدارة صحيحة، وهاي الإدارة ما تكونش بس فقط هدفها الربحي وتنسى موضوع استدامة الموارد والإمكانيات اللي احنا بنشوفها. يعني سيد رائد، أنا ما بتحدث على أنه إدارة المسار
أو المؤسسات التي تعمل على المسار تستثمر لصالحها. أنا أتحدث عن سياسات تضع من أجل الاستثمار في هذا القطاع من قبل القطاع الخاص، من قبل الجهات اللي ممكن أن تخلق فرص عمل. أنا بدي أعلق، أنا هلا رح أوصل لك للنقطة، بس ضروري نحكي على موضوع التشبيك والتفاعل. يعني إحنا بنشوف مثلا هلا بالفيديو اللي أنت فرجتنا إياه في مجموعة مزارع، أوكي؟ نعم. يعني إحنا ممكن نعمل تشبيك مع المزارعين وتكون في تجربة أكثر سياحية اللي بتخلط بين الزراعة وبين السياحة، بحيث إنه الواحد بيقدر يعني يتفاعل ويشارك في موضوع الزراعة، في موضوع إنه يلقط مثلا مباشرة من هذا، إنه يكون الإشي عضوي مثلا كذا إلى آخره. في كتير شغلات وأفكار اللي ممكن إنك أنت بالإشي اللي موجود تستثمر فيه بشكل يعني خلونا أعمق شوي صغير، وبالتالي تكون الفائدة أحسن للمزارع وتكون التجربة أفضل كمان للزائر. ولكن لما نيجي نحكي إحنا على موضوع خلينا نقول السياسات اللي إحنا ممكن إنه إحنا نوصلها أو نطبقها على الأرض، هون بهاي الحالة في عندك مؤسسات وطنية زي مثلا مسار فلسطين التراثية أو مثلا جمعية الروزن أو الحياة البرية والآخرين. إحنا كمان في المسار بنشتغل على إشي بنسميه الحوكمة. شو هي الحوكمة؟ الحوكمة هي حوكمة محلية متخصصة في موضوع التراث الثقافي وكيفية توظيفه بشكل خلينا نقول استثماري أو بشكل يدر الدخل على المهتمين أو على أصحاب الناس المعنيين في البلد. هذا بيتطلب سياسات معينة من الحكومة، بيتطلب أنه هذا الحكي يدخل على قانون السياحة وما إلى ذلك. فهذا إحنا من الشغلات اللي إحنا بنشتغل عليها على بشكل متوازي مع بناء المسار، أنه إحنا نضمن أنه في سياسات وفي قوانين اللي تحمي هذا العمل وبالنفس الوقت تحمي الأفكار اللي إحنا ممكن ننجزها. نعم. السياحة المجتمعية تكررت أكثر من مرة، وبحب بس أقول لك يعني في يعني 3-4 شغلات ضروري نأخذها بعين الاعتبار لما نحكي على السياحة المجتمعية. أول إشي جورج تطرق لإشي اسمه الدليل المحلي، أنا بحب أسميه الدليل غير دليل هذا، لأنه هذا بكونش مرخص ولكن هدفه إنه يوفر لك الأمان. إحنا بالنسبة لنا في السياحة المجتمعية هدف هذا الدليل اللي بيكون من المنطقة نفسها من بتير أو من عرابة أو من أي منطقة، لما توصل هو بيستقبلك، هذا هدفه إنه يحول الزائر إلى ضيف. هذه الفكرة بحد ذاتها في خاصة في فلسطين وخاصة في وجود المستوطنات وكذا والآخرة، تحويل الزائر إلى ضيف خاصة إذا الزائر كان أجنبي كتير كتير مهمة وكتير كتير أساسية على أساس إنه الواحد يقدر خلينا نقول يحس في متعة. هل لاحظت سيد رائد بأنه هناك اطلاع على حياة القرية الفلسطينية من خلال هذا المسار؟ يعني عندما نتحدث عن الوفود الخارجية من خارج فلسطين تأتي إلى فلسطين، زيارتها عند هذا المضيف الذي يستقبلهم في القرية الفلسطينية اللي هي من ضمن أو على طريق المسار، أهمية هذا الموضوع، كيف يمكن أن ينظر السائح للقرية الفلسطينية؟ ماذا يمكن أن يشاهد في القرية الفلسطينية؟ أصلاً يعني القرية الفلسطينية هي أساس الهوية الفلسطينية، عرفت كيف؟ فإحنا أول إشي نشتغل على البحث عن الجمال الخاص اللي موجود في كل قرية ومنحوله لعنوان زي ما قلت لك، القصور المنسية في عرابة، بير النور في برقين، يمكن مدابس القمر في دير غزالة، يمكن خلينا نقول القصور المنحوتة في بيت جالة مثلا أو أعمدة السماء في سباستيا وما إلى ذلك. في كل منطقة هاي الهوية الصغيرة بتساعدك أنك أنت تدخل وتبحث عن الجمال الخاص اللي موجود في كل منطقة واللي نحن بنحاول إنه نحمي. هاي القضية قضية أساسية، ولكن كيف ممكن إنك أنت تطور التجربة؟ بتطور التجربة من خلال إنك أنت تخلق مجلس سياحة وتراث في كل منطقة من هاي المناطق اللي يكون أصلاً همه إنه يستثمر في كل هاي الأمور ويوفر لك المعلومات، يوفر لك الخدمات، يوفر لك الأدلاء المحليين، يوفر لك الأكل والتجربة والأخرى. طبعاً إحنا في البدايات، عم بقول لك حتى في البدايات وفي البساطة اللي موجودة التجربة كتير حلوة والناس بتطلع عمالها في يعني انطباعات كتير ممتازة. نعم. ولكن حبذا لو أن إحنا استثمرنا أكثر في هاي المواضيع، رتبناها بشكل أفضل،
بيوت الضيافة، الأدلة، الأماكن اللي منزورها، التجربة، الأكل، كل هاي الأمور، إنه تكون التجربة كاملة ومتكاملة بشكل إنه يطلع الشخص، خلينا نقول يعني بالعربي الفصيح، هيك مهبول يعني. نعم. أوكي، لأنه هذا الانطباع هو من الانطباع اللي بنحاول نوصل له، هذا الانطباع اللي بيخلق الالتزام، بيخلي الناس تحكي بهذا الموضوع، بصيروا هن أصلاً هن السفراء تبعونا، سفراء جمال فلسطين. أوكي، سفراء نعم. على فلسطين. نعم، على ذكر جمال فلسطين، اسمح لنا سيد رائد، راح نشاهد هذه الدقيقة الثالثة من المناطق التاريخية والتراثية الفلسطينية في دقيقة. سيد جورج، يعني بنلاحظ في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة الخمس أو السبع الأخيرة، أو يعني إذا أبعدناها أكثر العشرة الأخيرة، هناك اهتمام بمفهوم المسارات في فلسطين. لم يكن هذا حاضرا في الماضي، كان هناك حديث عن مناطق أثرية وتراثية وسياحية وما إلى ذلك. المسارات وجدناها الاهتمام بها جديد، ما الأسباب؟ لماذا؟ شكرا أخي عبد العزيز للسؤال. يعني أول شيء بدي أقول أنه أول شيء، وهذا جواب على سؤالك، مثلاً أهل بتير على سبيل المثال هم سبقوا سبقونا إحنا كمان في تطوير مسارهم، والمسار في بتير، أهل بتير أبدعوا في تطويره وأبدعوا في اهتمامهم في بلدهم، فكان هذا محفز لكثير من الناس. سجلوا على 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 قائمة المواقع الأثرية، التراث العالمي 100% في اليونسكو، هذا جزء جداً مهم. الجزء الثاني كمان أنه في عنا في الحياة، لما تزور القرية الفلسطينية وبتدخل لبيت فلسطيني، أنت كسائح مغترب أو كسائح محلي، تدخل أي بيت فلسطيني، بتكسر كل الحواجز والصور النمطية، وبتعيش تجربة أصيلة فلسطينية، بتعرف عليها بكل حذافيرها شو يعني حياة فلسطينية. وهذا من عن طريق العيلة الفلسطينية وعن طريق بيوت الضيافة المنتشرة على طول المسار، عددها 77. هذه قضية مهمة. ليش الاهتمام زاد آخر 10 سنوات؟ احنا بعد الانتفاضة الثانية الشعب الفلسطيني تم محاصرته. تم محاصرتنا في مدننا وفي قرانا، وكان امكانياتنا ان نطلع برا مدننا وقرانا وانتشار مئات من الحواجز العسكرية في محيط قرانا كان صعب. بس استطعنا انه نطلع ونتجاوز هاي الحواجز العسكرية، كان في متنفس لنا واللي هي جبالنا وقرانا. وكمان صار في اهتمام لانه اذا هذه ارضنا واحنا احق فيها، يجب أن نزور ونتعرف على كل شبر موجود فيها، وهذا الاهتمام صار موجود بشكل كثير كبير. اليوم تحدينا للاحتلال أول شغلة بمعرفتنا تراثنا وهويتنا ومعرفتنا في بلدنا ومعزتنا فيها، وهذا تحدي كبير للاحتلال، حفاظنا على تراثنا وهويتنا اللي يعمل الاحتلال على طمسها. وهذا الموضوع الحفاظ جزء مهم، مش بس نحافظ على هويتنا، كمان نستطيع تقديمها للعالم وتقديم الصورة الحقيقية عن الشعب الفلسطيني، وهذا جزء أصيل من الاهتمام اللي صار جديد آخر 10 سنوات. يعني أنا بدي أتحدث، لكن راح نشاهد الفيديو الأخير أو الدقيقة الرابعة الأخيرة من التراث الفلسطيني، وحابب أحكي مع الأستاذ رائد في هذه النقطة. لماذا موضوع الشباب الآن هو من يعني يقود أو يعني يسير في موضوع المسارات أو يهتم في موضوع المسارات دون الفئات الأخرى؟ يعني لأنها مشي، ممكن لأنه الشباب أقدر على المشي سيد جورج، ولا ظروف مختلفة. إذن دعونا نشاهد هذه الدقيقة الرابعة والأخيرة من التراث الفلسطيني. هذا نقاش خارق.
نعم سيد رائد، إذا تحدثنا لماذا فئة الشباب هي الأكثر اهتماما في موضوع المسارات دون القطاعات الأخرى؟ يعني أنا مش عارف بالضبط إذا يعني إحنا بنحكي إنه الشباب طبعا مهتمين لأنه في فضول وفي يعني خلينا نقول طاقة وفي خلينا نقول استعداد إنه الناس تطلع وتستكشف ولا آخره، ولكن أنا برأيي إنه الكل ممكن إنه يهتم، الفرق إنه أنت ممكن يمكن أنا أقصد هنا سيد رائد، يعني بنشوف دول العالم الأكثر اهتماما بالرياضة والمشي كمشي، أنا أتحدث عنها كرياضة وليس كنشاط ثقافي، كرياضة بنشوف كبار السن في كل دول العالم وليس الشباب، يعني كبار السن أكثر حاجة للمشي صحيا، بنشوف عندنا شباب أكثر هم اللي بروحوا باتجاه المسارات. يعني أنا بتجربتي في على الشقتين، في ناس شباب بيطلعوا بيمشوا إلى آخره، أوكي، وفي كمان ناس الأكبر بالسن كمان بتطلع، وفي حتى العائلات كمان بتطلع وتمشي. نحن من طرفنا بنوفر زي ما قال جورج مقاطع مختلفة اللي تناسب كل الناس، إذا كان الشخص مثلا عنده مقدرة جسدية معينة بيقدرش يمشي كتير، في عنا مسارات زي مسار فلسطين التراثي أو المسارات الصوفية أو مسارات تانية اللي كل مسار يعني منسق بطريقة، وفي بعض المسارات اللي احنا مطرح نطلع فيها زي المسارات الصوفية بيطلع جيب برضو قريب على الناس على أساس إنه إذا حدا يعني تضايق أو كان بحاجة مثلا إنه تعب من الإشي اللي حامله أو الأخير، يعني منوفر هذه القضايا حتى نفتح المجال للكل إنه طبعا يطلع ويستفيد. بالنسبة للشباب طبعا تلقائيا عندهم الامكانيه الجسديه انهم يتحملوا ويمشوا المسافات هذه ويتعرفوا على فلسطين. انا برايي انه فلسطين مش مفهومه خلينا نقول لكثير من الناس، ومش بجوز مش مفهومه لكثير منا، لانه احنا لما بلشنا نمشي وبلشنا نطلع ونستكشف بلشنا نستكشف يعني عناصر من الجمال وعناصر من خلينا نقول الفراده اللي موجوده في كل منطقه وفي كل قريه اللي يعني فعلا بتخليك يعني تستمتع في هذا، احنا في الجمال الموجود في فلسطين. احنا دورنا انه نقدم فلسطين من خلال خلينا نقول هاي الجزئيات نبنيها مع بعض كليتها حتى تقدر توصل للعالم، بدنا نوصل للعالم من خلال الجمال فلسطين ومش فقط من خلال قضيتها، يعني هذه شغله وهذه شغله وهذا مسار وهذا مسار، ونحن علينا انه نعمل اداره بحيث انه هذا المسار يوصل بطريقته وهذا المسار يوصل بطريقته. وانا برايي انه اهتمام الشباب كمان هو جاي من هذا الموضوع، لأنه الشباب لما بيطلعوا زي ما إحنا في اللحظة اللي إحنا كنا نبني فيها المسار كنا هالقد مستمتعين، فأنا برأيي لما بيطلعوا الشباب اليوم وبيمشوا وبيستكشفوا الجمال اللي إحنا بنحكي عنه والقضايا هذه بيحكوا وبصيروا ينشروا هذا الفكر. طيب الشباب اسمح لي أنا يعني بعتذر على مقاطعتك، ولكن ضيق الوقت يدفعني إني أخذ رسالة سيد جورج، رسالتكم للشباب، رسالتكم للجميع في موضوع المسارات اليوم. يعني بدي أقول بس إشي سريع، إنه أنا يوم الجمعة طلعت مع صديقي زميل أنور دوابشة ومجموعة عشاق الطبيعة والصحراء، مشينا 17 كيلو، وهذه المجموعة كان فيها أطفال وكان فيها شباب وكان فيها متوسطي العمر وكان فيها كبار في العمر، كان فيها 4 أجيال بيمشوا مرة واحدة، وهذا كان نجاح جدا كبير. اليوم رسالتنا إحنا، رسالتي أنا الشخصية ورسالة مسار فلسطين، أولاً يجب أن نتعرف على فلسطين، نحافظ عليها نظيفة جميلة، نحافظ على تراثنا وثقافتنا وهويتنا. اليوم معركتنا مع الاحتلال هي معركة هوية، ويجب أن نحافظ على هويتنا الثقافية الفلسطينية ونحافظ على بلادنا جميلة. هذا اليوم تحدي كبير بالنسبة لنا. يا شباب يجب أن تتعرفوا على تراثكم وهويتكم، التراث الثقافي المادي، التراث الثقافي غير المادي، ويجب أن نتعرف على كل البلاد. إحنا أحق في بلادنا، فيجب أن نتعلم كل شيء عنها. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد جورج رشماوي مدير عام مسار فلسطين التراثي، شكرا جزيلا على حضورك وإثراءك هذا النقاش. الشكر موصول للسيد رائد سعاد رئيس مجلس إدارة مسار فلسطين التراثي والذي كان معنا عبر خدمة سكايب من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا الرابعة والأخيرة من سلسلة الحلقات التي جاءت ضمن مشروع تراثي هويتي،
والممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الفرنسي الفلسطيني اللامركزي بين بلديتي غرونوبيل وبيت لحم، وهو ضمن نشاط الندوة الدولية حول الموروث الثقافي الفلسطيني والتي كانت منعقدة من تاريخ 30 من شهر تشرين الثاني وحتى 7 من شهر كانون أول الجاري، وكانت عبر طبعا الانترنت. وشركاء هذا المشروع هم جامعة بيت لحم، معهد الشراكة المجتمعية، ومؤسسة إفرات الفرنسية، والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب، ومؤسسة تترا كاتس الفرنسية. وأشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.